الحمد لله الذي خلقنا فسوانا، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، الحمد لله الذي حملنا وكسانا، الحمد لله الذي سترنا وآوانا، الحمد لله الذي رزقنا وعافانا، الحمد لله الذي أنعم علينا إذ هدانا، الحمد لله الذي بأعظم رسله وأفضل كتبه أهدانا فهدانا، الحمد لله الذي جعل لنا شهر رمضان نورا وغفرانا، اللهم لك الحمد كما تحب وترضى وكما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على محمد أول المسلمين، اللهم صل وسلم على محمد سيد القانتين، اللهم صل وسلم على محمد أعظم الموحدين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، صلاة وسلاما تظلنا بهما في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك في يوم الدين. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتلم بها شعثنا وترفع بها شاهدنا وتحفظ بها غائبنا وتلهمنا بها رشدنا وتزكي بها أعمالنا وترد بها الفتن عنا وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم إنا نسألك الإخلاص في السر والعلن، اللهم إنا نسألك القصد في الغنى والفقر، اللهم إنا نسألك العدل في الرضا والغضب، اللهم اجعل صمتنا فكرا، اللهم اجعل نطقنا ذكرا، اللهم اجعل نظرنا عبرا، اللهم أذقنا برد اليقين حتى نعفو عمن ظلمنا ونصل من قطعنا ونعطي من حرمنا، وحتى يكون كل قضائك أحب إلينا مما سواه. اللهم اجعل كل قضائك خيرا لنا، اللهم ارحم آباءنا واغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم أرسل السماء عليهم مدرارا، اللهم كن بهم برا رحيما، اللهم
لكم معهم عطوفا كريما. اللهم اجعلنا بارين مبرورين لا عاقين ولا معقوقين. واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم. اللهم اجعلنا من أهله وخاصته الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعله دليلنا للخيرات، مذكرنا في الغفلات، ناصحنا في الغفوات، إمامنا إلى الجنات. اللهم اجعله لنا نورا وإماما ورحمة يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا إلى يوم الدين. اللهم اجعله سخاء رخاء. اللهم اجعله بلدا مسلما مؤمنا موحدا إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل الكلمة العليا فيه أبدا إلا للمسلمين. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم عليك بالكفرة الملحدين والمنافقين المرجفين. اللهم عليك بكل أعداء الدين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا حنان يا منان يا ذا الفضل والإحسان، يا ذا الجود والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، يا من يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا مفرج الكروب، يا طبيب المذنبين، ويا حبيب التائبين، ويا حبيب التائبين، يا حي يا كريم، يا من يستحي من عبده إذا هو رفع يديه أن يردهما صفرا. اللهم هذه أيدينا قد مدت إليك ترجو رحمتك وتخشى عذابك، ترجو رحمتك وتخشى عذابك،
ترجو رحمتك وتخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اغفر زلتنا واغسل حوبتنا وآمر روعتنا وآنس وحشتنا واحفظ عورتنا وثبت حجتنا. اللهم ثبت حجتنا. اللهم اقبل توبتنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. يا من إذا وعد أوفى وإذا أوعد عفا. اللهم إنا نتمسك بحق قولك الحق، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اللهم إنا نشهدك وكفى بك شهيدا أننا نعبدك ولا نشرك بك شيئا. اللهم اغفر لنا ما سوى ذلك، يا كريم الصفح يا عظيم المن. اللهم بدل سيئاتنا حسنات. اللهم بدل سيئاتنا حسنات. اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا، ومدنا بالعون والتوفيق مدا، ويسر لنا خير الأعمال مردا، واجعل لنا منك ودا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.